صباح الخير أسماء. صباح الخير توني. صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. منطلع عليكم اليوم بحلقة جديدة هيك كلها نشاط اليوم. كلها نشاط وربيع. نص الجمعة الأربعة. حاج بقى ما بقى ربيع، أجا الصيف والله بعد ما أجا الصيف أجت أوقاتك يا توني. أنا الصيف عندي بس تكون الحرارة 35 وطلوع. هيدا هو الصيفية. يلا ما بقى كتير. يلا. شو أخبارك أنت؟ الحمد لله مبسوطة. اليوم ورد كلك سوا. هيك مشان نحس بالربيع بكل معنى الكلمة. منطلع عليكم اليوم بحلقة جديدة بفقراتنا الثابتة مثل جدول الأعمال والحياة الطبيعية. اليوم رح نحكي عن الأزمة الإيرانية وأديت دور التركي بحل ملف الإيراني النووي. شو في بفقرتك؟ بفقرتي توني في فعلا موضوع مهم كالعادة. نحن دائما عم نحاول نجيب المواضيع اللي بتهم سيدات مو بس سيدات على فكرة، بس يمكن بالأكثر فقراتي عم بتهم السيدات. حتى هيك عم تجيني ردود الأفعال كلها إيجابية، شكرا كتير باي ذا واي. يعني أنا عم أقول السلبية والإيجابية مشاهدينا، شكرا كتير لملاحظاتكم اللي فعلا كلها كانت مشجعة. اليوم بفقرتي مشاهدينا في عنا موضوع هيدي الإبر الصينية الأكوبونكتور. شو بيقولوا لها؟ في إلها اسم تاني بالعربي؟ لا، الوخز اللي بالإبر الصينية. هيدي الإبر الصينية مشاهدينا مجال علمي طبعا كتير تطور بفترات الأخيرة خصوصا. فرح يكون في عنا خبير وح نحكي معه عن الإبر الصينية، وعلى فكرة كمان في بعض المواد الغذائية اللي بتعطي دعم لهالنوع من ال في عنا مريض هلا بدنا ناخذه بالإبر. أنت بدنا ناخذك. بتعرفي شغلي ظهري عم يجعني كلها شبقة هواء. هيدي ما في داعي، أنا بقول لك إياها من عندي، ما بدك إبر، لا ما في داعي تماما. السبب هو إنه أنت مانك حميان حالك، بدك تحمي حالك يعني خصوصا بهيك أوقات من الجو. كمان عنا الفن له حصة كتير كبيرة من التصميم. ضيفتنا انتقلت من تصميم الديكور إلى تصميم الملابس وصارت ماركة معروفة بتركيا وحتى بدول أوروبا والعالم. كمان عنا اسم لامع كتير على فكرة، أنا دريت تاجيرولو مشاهدينا. ليش قطشتينا؟ تكون معنا أنت عديت القصة، بس نديت تاجيرولو ماركة معروفة جدا مصممة أزياء رح تكون معنا مشاهدينا. وشو كمان؟ كمان عنا غناء الأوبرا. أوبرا فعلا كان في مشاهدينا هلا قبل الهواء بدقائق، عشنا دقائق كتير حلوة صح رومانسية كتير. أيوة عم تعمل التدريب مع فعلا كتير كتير. أنا كتير مبسوطة بالحلقة اليوم. يلا خلينا نبلش. يلا فيديو دكتور عتيلة صندقلي رئيس مؤسسة بلقسام، أهلا وسهلا فيك. أشكركم جدا. اسمح لي قبل ما نبلش بالملف النووي الإيراني أقول أنه اليوم 50 مليون مصري توجهوا لصناديق الاقتراع ابتداء من الساعة 8 من صباح اليوم لانتخاب أول رئيس جمهورية بعد ثورة 25 يناير. هالانتخابات رح تستمر لحتى مساء الغد الخميس. 50 مليون مصري رح يشارك بالانتخابات في منافسة جدا قوية بين العديد من المرشحين على رئاسة الجمهورية. من ترى سيكون رئيس جمهورية مصر العربية بعد الرئيس حسني مبارك؟ رح نتناول هالمواضيع بحلقات مقبلة لنشوف يمكن على ضوء نتائج الانتخابات. نرجع لملفنا عن الملف الإيراني النووي. في تصعيد اليوم أمريكي من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بيقول أنه خلص يعني وصلوا ل الحزم بموضوع الملف الإيراني النووي. وين صارت المفاوضات؟ يعني هذا هالمعنى التصريح من باراك أوباما يعني أنه نعى المفاوضات، بطل فيه مفاوضات؟ في هذا التصريح سببه من المحتمل أن يكون هذا نتيجة اجتماع 5+1 هذه الدول التي سوف تقوم تجتمع في بغداد. وفي أثناء هذه الاجتماعات قامت إيران بالضغط على هذا الوضع، وهذا أحد وهذه الخطوة هي قطعة للضغط على إيران في هذا الموضوع. وهذا القرار نتج عن السيناتو الأمريكي، وكان على الأخص يفيد بأن هناك مؤيدات، يجب أن ضغوط، يجب أن يتم ضغط على إيران، وهذا أعطى الصلاحية للرئيس للضغوط على إيران. والغرب أيضا وافق على هذه الخطوة بما معناه. وندرة تاجيرولو هي من المصممات معروفين ب
تركيا واللي صار لهم صيت بالساحة العالمية خصوصا بأيام الموضة بنيويورك وبالبلاد الأوروبية المعروفة عواصم الموضة. أهلا فيك نادر تاجيرولو. مرحبا، شكرا. نحن شفنا التقرير كان فعلا كتير ممتع، بدي اتشكر مشاهد الفريق تبعنا، اكيد مشاهدينا كمان حبوا التقرير لانه فعلا الوانك وخطوطك كتير رومانسيه واكثر سيدات بحبوا هيك خطوط. انت شو رايك؟ يعني بوجود رايك بالبس انا لازم احكي؟ لا اكيد لازم تحكي، كل انسان لازم يكون في عنده. لا بوثق بذوقك هيك قصدي. طيب ميرسي. نادر تهنم، اهلا وسهلا فيك. شفنا هيك تعرير سريع عن الازياء، حضرتك بلشتي من تصميم الديكور، انتقلت الى تصميم الازياء، صح؟ لا لم يكن كذلك، أنا في الثمانينيات من بدأت بتصميم مع كنت أعمل مع إيبيك عبدي إيبيكتشي وقمت بتأسيس عملي هناك في منطقة نيشانطش. بعد ذلك قمت بالاشتراك في فاشن ويك في باريس، بعد ذلك تزوجت وأصبح لي أولاد وانقطعت عن العمل. بعد ذلك في عام 2000 بدأت مرة أخرى في ميلانو، بعد ذلك أسبوع الموضة في نيويورك، وفي هذه الفترة أيضا قمنا بتأسيس هات كوتور حيث لدينا خطين، حيث لدينا هات كوتور ندرة تاجر وأيضا مجموعة ندو، وتقريبا شاركنا 8 مرات مع أسبوع الموضة في نيويورك. هلا الأوبرا، هلا في عنا فعلا لحظات جدا رومانسية وجميلة. عنا ضيفتنا إليف أزال، حضرتك مغنية من طراز فعلا جدا عريق، لأنه صوتك كان مثل يعني أنت مثل سارة برايتن التركية. فعلا شكرا كثير لوجودك معنا، أنا متأكدة أنه رح نعيش لحظات جدا فريدة وخاصة معك. أهلا فيكي. شكرا لك. شكرا. شو حلو، قريت سيرة حياتك المهنية مليئة بالنشاطات المهنية. هلا قبل كل شيء أحب أعرف شو البوزيشن تبعك هلا، شو عم تعملي؟ عم تقومي بأداء الغناء بمكان ما أم في عندك مسرحية أوبرالية؟ شو عندك أوبريت؟ شو عندك؟ حاليا انا في اعمل كاستاذه في جامعه اسطنبول التقنيه، وان ايضا اغني في اوبرا اسطنبول لمده 8 سنوات. كما تعلمون في تركيا لا استطيع ان اعمل بمكانين بنفس الوقت، لذلك انا اغني بشكل خاص. لدي اوركسترا تابعه لي بشكل خاص، حتى لدينا في 3 حزيران لدينا في منطقه اتاشهير في اسطنبول لدينا حفله يوم الاحد، وهي مفتوحة لجميع من يريد أن يأتي وينضم. نحن من هنا نعلن عن هذا يوم 3 حزيران. عدا عن ذلك نحن عملنا صعب، تعلمين حيث سنوات طويلة من التعليم، وعدا عن ذلك نحن نحاول أيضا نتعلم ونعلم وأيضا نشارك في الحفلات، لذلك الحياة تمشي بشكل سريع. İçin için yanıyor, yanıyor mu gönlüm? Onun için anıyor, soruyor mu gönlüm? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül anıyor? Açık yeşildi gözü. Güneş gibiydi yüzü, o çok güzeldi ama yalancının biriydi. Aa, unut onu gönlüm, unut onu sen de. Unut onu gönlüm, unut onu sen de. Arıyor,
için soruyor, soruyor bu gönlüm. O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancıdır.